بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجد درس 13 من دروس نظرات في سيرة المصطفى، في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يوم الجمعة 17 من شهر شعبان 1436 للهجرة، الموافق لخمسة جوان 2015 للميلاد. نبضد هذا الدرس نعدان الهجرة النبوية، إفكاد مقدمات الهجرة، أهم الأحداث إقدران دي الهجرة النبوية، ألمي بض النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى قباء ويبنى الجامع مزوره، أول مسجد بني في الإسلام، وبعدين شمل المدينة المنورة واستقبله الأنصار استقبالا يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام، وفرحان يوث الفرحة جامي فرحنا كل فرحة مثلنا إمي بض النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة نورها الله عز وجل. ساقي البرنامج بوسا هذا المسلاي في بعض النظرات عن الهجرة النبوية. النظرات، نظرات عن الهجرة أو حول الهجرة النبوية. ثم زواروث الهجرة تمت حماية للعقيدة وفرارا بالدين، يعني أي هجرا الصحابة في مكة المكرمة غالمدينة المنورة، أم بعد يهجر نبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة غالمدينة حماية للعقيدة، معنى الهدف المقصد هو الفرار بالدين. زرما كون شو قدران نحكي فيد اشو يضران ذي مكة المكرمة، ألوان المضايقات والأذى المعنوي والمادي إلى أن أذن الله عز وجل بالهجرة، فكانت الهجرة النبوية. وباش نزر بليث مثلا، لا قيمة للمال والولد إذا ضاع الدين، والحمد لله أن في الشريعة الإسلامية هناك الكليات الخمس، الكليات الخمس مقاصد الدين الكبرى خمسة، ثم زواروث الدين، الدين بعد ذلك سوى النظام، النفس حفظ النفس، أدياس حفظ النسل والعرض، ودياس حفظ العقل، ودياس حفظ المال. المعنى يس ميلا يوثي خمسة يجي ثغاف أذي ظروخ صار ونزميرها لأنا نتصور الدونيث بلا بدون دين أكا أذي عيش الغاشي أما أذي تشنا السلال ما موثن ذايا ما ينفعش إلا قد سعون دين، والدين أجي ويذبع الدين الحق ويذبع الدين الباطل. يقدر ربي سبحانه عز وجل باش هذي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أكل الصحابة من مكة إلى المدينة حفاظا على العقيدة. باش نزريت مثلا العقيدة غليث غليث مليح، ماشي شوية تحكى وانت مشاهوت بمغارني يا قبايلي ذاك في تيزي وزو إميك شقع ميس يبوث غالبور من الجزائر، إنا يا سمي أقلغن اللوز روح أتسيني ياض أتخدمض فراني ثمورث ذا غريب باش غداوي ذا ذريم باش نعيش، إناس كاسمي مزياض صغرك كيث معمرث صحفظ غاك القرآن الكريم كامل، إناس أحرز القرآن الكريم، ولكن ما يروحاش القرآن الكريم وحوج غرد وغلظ قيم كان ذين. ثقيد يوث الوصية قمغارا يسعان في سمين في الدين، يسعان في سمين فوال ربي سبحانه عز وجل، يبضال ميسينا غميس ما يروحاش القرآن إكسار غيث مع مرث ورح وجغارة أدوغاضة مورث. لذلك يثمثن الدين مقصد كبير من مقاصد الحفظ على الدين أو الحفاظ على الدين، ثقي المقصد الأول من مقاصد الشريعة ومن الكليات الخمس. النظرة الثانية التضحية من أجل العقيدة،
وماشي ذا ذوال كان لكن العقيدة إلا قال حافظ في الدين النار لا ماشي ذوال كان. النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة برهنوا بيقين أنه صفرني البلاء صفرني الابتلاء ضحان بالغالي والرخيص بالمال والأهل والولد إلى آخره. خدمنا التضحية يعني في أسمى وفي أسمق وأجمل صورها. النظرة الثالثة حسن التخطيط واتخاذ الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم يحسب لربوث التجارة ولكن يتخطط يبلاني فيه نناد ثم ساقين شرحش الدرسني عدان حسن اختيار وقت الهجرة اختار إيض ماشي آس والليل ستار آمن تجي من التخطيط من حسن التخطيط اختار عبد الله بن أريقط وقال لي هو الدليل رغم أنه مشرك ولكنه دليل حاذق السني فرذان يحوج جنقيد فبالتالي أحسن اختيار الدليل وكذلك أحسن اختيار الطريق الطف يعدى سي جنوب مكة ذا هو طريق غير مألوف خطر أذريذ قوافل التجار شمال مكة وينك توسنن نتسان إذ ذا أذريذ ونتسوى السنارة لدى التجار لدى القوافل إذ ذا جنوب مكة باش هذه فغ المدينة المنورة وكذلك اختيار الرفيق والرفيق قبل الطريق كما يقال أن يظهر في قص صاحب اللي هو أبو بكر الصديق إلا تنصروه فقد نصره الله المدينة ربي سبحانه إذ يقول لصاحبه إذن الصاحب هو أبو بكر الصديق. اختيار النبي صلى الله عليه وسلم خطط للهجرة تخطيط بليغ تخطيط بديع تخطيط دقيق ونكون نتعلم من السيرة نتعلم. النظرة الرابعة رد الأمانات باش نظر بالأمانة ساعة زر ذم قرآن ذي الشرعيث الأمانة إلا قد سغال غرفافيس أمانة أي غريجة علي بن أبي طالب إجاث ذكم كانيس باش يرد الأمانات إلى أصحابها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ربي سبحانه يوم راغد أكن من الله باش ونسعى لمن غيري فاسنيس إلى قد يريف إي مولانا سيريف فيس النبي صلى الله عليه وسلم أرمينا رئيس أرمينا ربليذ النبي ذا الرسول وحور فنت وسوفغنت زر ما كوش وسخدمن ولكن مع ذلك زران باللي ذقولا وننسن تيذت وزران باللي ذفاف الأمانة ذفاف انتيذت ذوين ريح حرزن الأمانة جن الأمانة ثيري فاسنيس صلى الله عليه وسلم ونتسا وسينارا ثحقرمي ثظلمي سفغمي أبا لمنة ثنول وكنت تسارى غارة خاطي يرأس لمنة ثكن ملان يجعل ابن أبي طالب فقدر نتعلم درس كبير درسا كبيرا أمشي الإنسان يسعى الأمانة يري فاسنيس لقد يحرز والأمانة جماعة الخير ماشي كانت سغاو سمي جايك سيديون او كرشي ذي الامانه الامامه امانه والتعليم امانه والمسؤوليه امانه والحكم امانه والفتوى امانه والنصيحه امانه 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 صفي الامانه تسعى المفهوم الواسع الضيقة يا جماعة الخير ذي الأمانة. لذلك نكون ثركا مسلمين يا جماعة الخير ذي نسلم والحمد لله إلى قصن في كزال الأمانة أكا جماعة الخير بفاس نتقشيش تسيني في كراكي اللي ذي الأمانة أكا قارن غلا ذي الأمانة ذا شون شرطيك شرطي وذي لهنا أكا كي قارن وقاذ يسعان سواف ذي الميزان يتحزيفن يوسى يوزكى يوزكى صافي ذي الأمانة إلى قصنفك أزال غص الزايث ولكن إلى قصنفك أزال. النظرة 5
حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ترجموا حبهم عمليا ماشي ذا هو كان خاطي حمل النبي صلى الله عليه وسلم. ثورة ساقية نثين الصحابة حملنت صفر نيذس جهد نيذس اللوز نيذس اعتف نيذس خذ من التضحية هجر نيذس ولا شو خذي من راه. أما ذير قزلة ما تسيلاوين نحكي دي السيرة أشو تخدم السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أسماء ذات النطاقين في الهجرة يلي اسم أبو بكر الصديق، فاطمة الزهراء كذلك أول شهيدة في الإسلام سمية، يعني ذير قازن سيلاوين بلال بن رباح عبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة عامر بن جراح خالد بن الوليد عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب عثمان بن عفان يوك الصحابة زيد بن ثابت كن ملان أجمعة الخير ماشي شويط حمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ماشي كد الحمالة ترجموا حبهم إلى عمل إلى عمل. يلا ثورة دلوغة نكوني في 1436 الموافق ل 2015 كيف نترجم حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ماشي كان داوال أدي نحمل النبي صلى الله عليه وسلم نكوني ذي حبيب النبي صلى الله عليه وسلم ماشي كان هكا إلى قد نعبر نغاد نترجم الحمالة نغين النبي صلى الله عليه وسلم أنحرز القرآن يغدي يجا لمانا أنحرز السنة يغدي يجا صلى الله عليه وسلم كل السيرة العاطرة إلى صغرى يا كثور ذي الجوامع نغذي الجامعات نغذي المدارس نغذي في كل مكان. أيضا أنحرز ثقمات سما كان يخدم ثقمات سير المهاجرين والأنصار سعان الحرب ما كان متشرح الدرس نعدان القرثة قرآن ولكن سلفضل الدين سلفضل سيدي ربي وغالن سعان ثقمات آخى بين المهاجرين والأنصار كما سأشرح بعد حين. ثقيث النعمة إن كوني ثقمات سنغ في الله أندث الله أندث الله ثقمات سنغ في الله والله يثمثنا يوم القيامة أرضي ضرو خسار أقل النغاون يرنا الله على ما يقول شهيد أن مقافلو ذم سوذ ماس يوم القيامة ثيما تاهل طارا نحرزيت نغنهو الديت أهل طارا نحرز ثيما تيغي الشركين نغالا وتفضى ساقي ذين سلمان ويقار ويقار السلام عليكم ويقار سدي سرارة أي غر لا أدري لا أدري غاس يزرى يحصاب اللي رد السلام ذو الفرض ياو ذو الفرض أسترض السلام ولكن أولاش ثم حقرانيث يروال ذهو الدو ذا الخير إن شاء الله نغثر بعد ما يحسب كان يعني ستادير الزال كان شوية ركعة ثاقين ذغى هذيك هي تكفي أبدا أبدا لأن كل هذه ستكون موضع المحاسبة محل المحاسبة يوم القيامة لذلك فلنحذر. إذن وكذلك أيضا نترجم حبا للنبي صلى الله عليه وسلم بتحويل ذلك الحب إلى مشاريع مشاريع حضارية تسعد الإنسان ولا تشقيه في كل في جميع مجالات الحياة كل في مجاله، أما في مجال الاجتماع، في مجال الإعلام، في مجال الثقافة، في مجال الاقتصاد، في مجال السياسة والحكم، في جميع مجالات الحياة، هكذا أراد بنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النظرة الستة الأخوة في الله، الأخوة الصادقة بين المهاجرين والأنصار. ورب سبحانه إناد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، النتيجة رضي الله عنهم ورضوا عنه. أي مثلا ثقيذ أنموذج عملي يجهد النبي صلى الله عليه وسلم للمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. أشهد أن ربي في حق الأنصار يحبون من هاجر إليهم. لاقيت السد في سورة الحشر الآية 9 سبحان الله مدينة رب سبحانه في حق الأنصار يحبون من هاجر إليهم. ذاكي تعليق إزمر الأنصار أسنين المهاجرين مرحبا يسون
لعسلما ون أتشم أتسوم أتنسم أتزدغم وفرات ولكن بلا الحمالة خاطي ربي سبحانه يفقد صفة من صفات الأنصار إناد يحبون من هاجر إليهم ثقي قمة في ترجمة معاني الأخوة عمليا. لذلك الأنصار رضي الله عنهم هم القدوة العليا في هذا المجال الحيوي، الأخوة الصادقة يحبون من هاجر إليهم. بعد شو دينا ربي سبحانه بعد ذلك بعد شوية هذه الآية قرأ ديناد ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يا بظن درجة الإيثار، الإيثار معنى فكاند المهاجرين أين نثني حواج أكثر أماكن يفوذ أكثر ولكن ذي فكمان إجماس اللوز أكثر أذي فك القوث إجماس تجي إذ الأخوة الصادقة يحبون من هاجر إليهم إلى أن قال القرآن ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سورة الحشر الآية التاسعة. إذا جمعة الخير تجد الأخوة الصادقة. بالمناسبة أسمي خذ من النبي صلى الله عليه وسلم أول لقاء يخذ بين المهاجر والأنصار في دار أنس بن مالك رضي الله عنه لان حوالي 90 رجلا النفس سي المهاجرين النفس سي الانصار ام كل يوم يقف لي ثجماس مثلا سعد بن الربيع وقي من الانصار انوي ثجماس عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين اسدوكل سين 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 ينسي المهاجرين ينسي الانصار ذنا. بعد ذلك جسدوا هذه الأخوة الصادقة فصاروا يتوارثون فيما بينهم معنى ميم مثي ولا في ورث وايض عند ثفم ثقيل ثمث عند ثفم ثقيل سوى ورثا يون سي 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 الأنصار يموث ورث ورثا ذا مهاجرين سبحان الله العظيم يقيم الوضع كني المي بعد غزوة بدر أسمي دينزل القرآن في سورة الأحزاب الآية السادسة عند دين رب سبحانه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هنا رد النبي صلى الله عليه وسلم التوارث إلى الأرحام ذي ناجحلس يغال ولا يورث الوايض ذي ذمن ذي ذمن ماشي تهمة لني المهاجرين والأنصار ولكن المكتملة التجربة في النكمال تهمة سني في النكمال في البض للطب الثقشوش داين ذينا عرنا في التشريع نزلت التشريعات كما تعلمون في المدينة المنورة في القرآن المدني خاصة أي بعد الهجرة النبوية بعد الهجرة النبوية وهذا هو الضابط الصحيح في التمييز بين القرآن المكي والقرآن المدني. والقرآن المدني من خصائصه التشريع، من خصائص القرآن المدني لديك تشريعات أحكام تشريعية التي تنظم حياة الناس. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله سورة الأحزاب الآية السادسة ذين النبي صلى الله عليه وسلم رد التوارث إلى الرحيم خلاص. وزرام نزلت الآيات في سورة النساء بعد ذلك إمدنا ربي للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا يوصيكم الله في أولادكم. بعد كم الآيات للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره. أم بعد النبي صلى الله عليه وسلم إناد إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ذين اكتمل التشريع باش نفهم لقيت مثلا
النظرة السادسة الأخوة الصادقة. لكن لابد أن نشير أيضا إلى فكرة أخرى مهمة، نظرة أخرى مهمة، وهي التكافل الاجتماعي بين المسلمين. أثناء فكان أخذ الأنصار الدرس عملي، أمش يقفلا المهاجرين، أمش يدي ترجما الأخوة الصادقة ثيما تنتيذت نكون سجيث مثلا داغين سلمان نحواج ثيما تنتيذت سما كدنيغ، ونحواج كذلك التكافل الاجتماعي، يعني يجللا الفقراء المساكين يمغفان وقذي اللوزان يموضان يوجلان ثجال. هل معقول أسجد يعيشون غير نغي اللوز؟ المفروض غير معقول، غير معقول تماما. أي غر خطر يسهل الميسان يسهل ما إلا يون ثورة كان يزرث يون، ولو كان 200 كيلومتر نغ 400 نغ 1000 نغ كني فويلا ستيليفون وسائل الاتصال أثاني يونيت متساف أثاني اللوز أو يثس القوت لانت لي مويان يا وثورة بلك الحضغ الحيض الحضغ الحيض ذي الجيران لن وقاذ اللوزان يعيش الحيف ذا مقران، ولكن أنداث الجوار في دي وصان في صلى الله عليه وسلم يوصاتي جبريل عليه السلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يتوصيد في الجار الميظنغ أدياس يولواس أديني الجار أدي ورث الجار. السجل الجوار راهم بين الحقوق والعقوق، لن وقال يتساكن حقوق الجيران ما شاء الله أكله دنوفة غما ذي الشرعي ثم ذي الجدي ما فدلني منسي أذفكن فونطيشت قرص قبيل فونطيشت أذفكن فونطيشت الجيران أشيني ذي العيف الجيران أد سريحا نكونين فدل يمنسين اثني اللوزن نغشتاقا ما يليوني ساعة الحيث نشينا ميديك سذي في كل جيران الجيران 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 دايما الجار يلا. لذلك يا جماعة الخير نتعلم ونحن نقرأ سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف نجمل حياتنا، كيف نتجاوز حفر التخلف التي نعيش فيها، كيف نداوي الخلل الذي نعيشه في حياتنا الاجتماعية وفي حياتنا الأسرية إلى قنذاوي. وإذا انت شفا ما يثمثم دا انت زرام أرسى مازال تذريني مازال بحسن الله يبارك الخيراقي عند ثلاثة الدارث اللي مقران انت الدارث العقال تجمع ذي المحل ذي الله زيوان أما تجالت ماذا مغفونا ماذا مضينا ما أين سيضران وحكاها ودغير هنا كان مقوث وذفل دا قد قوث انتمور ثنا ذا ذفل يونيس عن أبولاي يوزا يزرى بلا ذنثنا كي يوزا داين ذا ذفل الغاشر فنا القوث وما أدرك الله حد يقول القوث يوزا. ولكن نجمعا مسفهاما ننسم كل يون أذياغ فلسا يزير فرقنا كي يوزا ذنينس ذكيون واس بضنا كل سيخاما ماشي يغالي ربح ذي لافير ذكو سنويا ذوري زميرا ذنزز ذكيون ياو جماعة تغني واحد واحد ما يغني جماعة. تكافل اجتماعي اغدنا ربي وتعاونوا على البر والتقوى. نتعلم من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه خطر السيرة ماهوش تاريخ يذكر ماشي تمشاهو تسيد نحكو تمشاهو تالا نربطها بالواقع. لذلك عنوان الحلقة اسمي نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف نستثمر سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في حياتنا فرسة أمشي راه تنفع ونزم راه تنفع ما إلا انفهميت وما إلا نسعى النية ونشرح لا النية باش تنطبق في ثلاثنا أنذوي يأكل هلاكنا أطاننا أندى نسعى نعوج أذي السقم سلام ربي سبحانه وبتوفيقه ما إلا نطبق سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نظرة في السبعة عناية الله ونستسو يرى بعد ما يخدم التخطيط هذي خدم ما ذي ضبر إخي قرص قبيلي لعب ذي تصحب بير أربي يدبير ذا ربي يتدبير ولكن لعب ذي لقد يحبر وإلى قرى هذي قيم ذا فنيان وريع ذي يحبس لا يتخذ الأسباب أفلاح ميت يزرع يشير زيت هذي يرجو ربي ما تشيف انت سمغين يدي السمغين ولا شاف اللاح يدي السمغين النعمة ولكن يلاق يتخذ الأسباب يرذي سعو النية ولا ذقوال قارن النية فلاحا ولا مولد يفكر ربي وتتفغال العقل أسيني الزرعة بشير زغ عتفغ بلا الفايدة ولكن يسعى النية الخالصة يا ربي سبحانه زديا أن بعد لك وناس انتي سحسابه فلاح وثنتي زرعارة أكي قرني مزورة النية فلاحا اتخذ الأسباب وجيت يا ربي سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الأسباب كاملة في حدود القدرة البشرية ولكن بعد ذلك يرجى ربي وربي سبحانه يفكيس العناية ينس يفكيس الرحمة ينس الرعاية ينس وسران ذي الآية ربي ناد إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها أم بعد وجعل كلمة الذين كفروا السفلى كمل وكلمة ماشي وكلمة وكلمة الله هي العليا ذاك كان لانت مجموعة عبر ونظرات ذي الآية كان النظرة الأولى إلا تنصروه فقد نصره الله معنى النصر من عند الله وسقرائي ون انتصر سلقوين خاطئ سلقوا ربي ولذي ذي المجاهدين وقذي مثلا في الاسنع فرب وقذي سعيشين سنفكر بالفركة ذي ثوذر ثنسن جهدا فرفا خذنا شو مزمرا ولكن ضربي ثنعونا ضربي سنفكر النصر ذكر بشو دينا إلا تنصروه فقد نصره الله صفي النصر من عند الله ذي الآية النظر النادى ربي سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح نصر الله كلما ذكرت كلمة النصر إلا وقرنت بالله ينادى ربي سبحانه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم المذاق دينا ربي سبحانه ذي الآية نظن مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ما شاء الله صافي تقل قد سنفهميث مثلا نظرة مهمة في هذه الآية من خلال النظرة السابعة في بيان عناية الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام نصر الله إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا الذين أخرجوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كفروا ذي الكفار ويفقد سيمك وهي أحب أرض إليه ورفي غرسي ثمورثيس كان يحمله ولن سيحمل تمورثيس مسقط الرأس صافي إذا كيف كيقدر بنظرة أخرى بلو قادي ذي السفغن ذي الكفار ذي الآية يقوم السلام ولكن بعد ربي سبحانه ينيض في صورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول والذين آمنوا أمدنا إن يثقفوكم يكون لكم أعداء
ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. خطر ما إلا كفرتم يكفى وواب أتعذلن، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. وفي قراءة أخرى يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. الأمر النظام إذن إلا تنصره فقد نصر الله إذا خرجوا الذين كفروا ثاني اثنين هاو النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا بكر الصديق ورسالة يسلي قارد كورة طاس جيش يبس خاطي ذي سين ثاني اثنين ذي سين السام وابو بكر الصديق وذين تحصان أندلن ذي الغار. تصوروا معي يونديوني الذين أسن ذي عجابة الرسول صلى الله عليه وسلم خير من يمشي على قدمي ولاش وقل حان في القاعة يجي أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجهلم الدرجة يجي أذي وضغ الغار يونا مجي عيب نغلا ذي الغار ثلث أيام يكسعد ذي الغار وقي غار ثور في الهجرة. سبحان الله رسول إزمرسين يا ربي أما كنت في كذا البراق يا أخي الزرام نحكاد الإسراء والمعراج رحلة الإسراء والمعراج البراق وسيلة نقل خاصة سوى إنسان يثير كفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ سيني يا ربي إفعاد الحال المشركين قي وعرا سمكغ المدينة 450 500 كيلومتر تقريبا فكيد البراق يوث لا سيكوند تشغلين على ضغر المدينة ولكن اتخذ الأسباب يروح غلغار ودس أسماء حامل استاذيس ذات النطاقين واسم داوي القوث وديس عبد الله وديوي المعلومات يعني شغل خدمة ماشي كان أسباب تتخذ إذ هما في الغار. والله من غير الأقص قال سبحان الله ولكن جهل الجهال يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم دي في مزدخ الغار نتسى أكل صاحبي سأكل بكر الصديق إذ يقول لصاحبه أي غير سينا ولا قبي سينا بكر الصديق يا رسول الله لو كان ينسي سنة ديوالي يري ظهرني ساغ ديوالي نتوطف دايم ولكن ناس يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. أقلع يا أبو بكر أقلع ذي سين ربي ذو سلثة ورحت زنارة أكسر ذليوليك ربي يذنى. سبحان الله النتيجة فأنزل الله وقل كان التأييد الداخلي السكينة تاع النفس فأنزل الله سكينته عليه هذا يسمى بعد التأييد الخارجي وأيده بجنود لم تروها وربي هذه الآية نظن وما يعلم جنود ربك إلا هو. جنود سيدة ربي ألا انسى إثن حصان ألا انسى إثن زران. أم بعد وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وستبقى سفلى إلى نهاية الدنيا. كلمة الكفر سفلى والسعي الشان والسعي يزال والسعي القيمة والعلي الشمس. أم بعد ذي اللغة العربية لقد سرجوا ديني وكلمة الله يعني وجعلها هي العليا ولكن جاءت بالضمة وكلمة الله هي العليا أي لم تكن سفلى ثم أصبحت عليا بل كانت عليا وستبقى عليا. لذلك جاء التعبير القرآني بالضمة وكلمة الله هي العليا. لذلك جماعة الخير النظرة هنا نكني هل نرتقي إلى علو كلمة الله. في الثمانية النظرة الثامنة التأريخ الإسلامي بالهجرة النبوية. أجماعة الخير صلي وفن في صلى الله عليه وسلم ثورة في بداية الدرس نرى عند ساقي ذا الجمعة
17 سقاقور من شعبان يوفقا 5 سجوان قور الهجري سقاس الهجري 1436 يوفقا 5 جوان 2015. سؤال ملمي اتفق نين سلمان باش يتخذوا التاريخ الهجري التاريخ إن سلمان في عهد عمر بن الخطاب في عهد الخلافة العمرية عهد الفاروق عمر بن الخطاب يجمع الصحابة وهذه من المصالح المرسلة يشورث إن ياسن ذا شو التاريخ الخنين سلمان خطر كانوا يؤرخون بالأحداث أم يكون يشفى ديون زمان يمغارم تاريخ الأحداث أسقوس من الله أسقوس من كذا أسقوس من كذا أسقوس من طاعون يا خاكا التاريخ بالأحداث ذي زمان نزيك كان التاريخ بالأحداث حتى مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان تأخذ الأحداث يقول لهم قرن عام الفيل عام الفيل فيكون هضرت في الناس فيما سبق عام كذا عام البعثة أسميد الشجاع ربي سبحانه النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولا أم بعد التاريخ بالأحداث عمر الخطاب يشاور الصحابة لأنه قال سينا ناس أخرخوا بمولد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كخذ من المسيحيين خذ من بتاريخ ميلاد النبي محمد لا بعيسى عليه الصلاة والسلام بعدين 2015 شو المعنى عيسى؟ سقاس ميلادي سقاس ميدول عيسى عليه الصلاة والسلام لأن الصحابة سينا أرخوا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خدم تاريخ النقص واسمي ديلول أنا حسب لأنه يا سينان خاطي بمبعثه سوى اسمي يغض الرسول اسمي ديلول يولد بشرة من سمياط ولكن لفينمون ذا شوف اسمي يغض الرسول الرخو بمبعثه لأنه قال سينان خاطي الرخو بهجرته اسمي هجر لأنه قال سينان الرخو بوفاته شكو اسمي موث شكو اسمي موث أسقرش انت مسالة جرسان سفدذن الراي أضطفن تاريخ جنس المن شكو اسمي هجر النبي صلى الله عليه وسلم حدث فاصل بين مرحلتين قبل الهجرة وبعد الهجرة أخطر ذا قد فكر رمزية أمشي يعني الحفاظ على العقيدة والدفاع الفرار بالدين والأخوة الإسلامية وإلى آخر ما تعلمون أكثر من ذلك أنه إذا أرخنا بالإنسان بالأحداث نتاعو ما يكونش عندها معنى كما نربطها بالحدث ما اسمي ديلول ما اسمي موث ولكن اسمي هجر سي مكة إلى المدينة لذلك الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية يناد في الجزء الثالث يناد صفحة 206 يناد اتفق الصحابة رضي الله عنهم في الدولة العمرية على جعل ابتداء التاريخ الإسلامي من سنة الهجرة النبوية إذا كيف مثل فإذا نظرة نتعلمها من خلال هذا الحدث اللي هو الهجرة النبوية المباركة النقطة في 9 ثانجاروث نظرة ثانجاروث في 9 بناء المسجد وزرى من النبي صلى الله عليه وسلم يفنى الجامع المسجد النبوي عند يفنى في مسجد قباء نهضر في درسني عدنا كان سيقدر نهضر في بناء المسجد النبوي زرام اسمي فغاك الصحابة غندر اشوفهم كان ديال عند اي حد سنتك ذا الراحل نسمع قاينس ان ياسن دعوها فانها ماموره عند ثبض بركه عند مربد التمر عند خدم اسم التمر اسم جفيفون الى اخره لغلامين يتيمين سيني وجيل اي وجيل ورسعين الشان معروف ورسعني ذريما ورسعني تجار ذي وجيلا يتيمين
وهم في كفالة سعد بن زرارة في حجره ذنسا وقال لك مكفولين سعن الكافل سعد بن زرارة رضي الله عنه ورضي الله عن الجميع ذينا يوم اسم السهيل وهذا اسم السهل سيني وجيلا سهيل وسهل سبحان الله العظيم وبحمده اسم القدرة ربي ذين يتحبس النقاد النبي صلى الله عليه وسلم ذين يتحبس ذين يتحبس وذينا من بعد الناس اللي قالوا في نوغ الجامع المسجد النبوي ثريوني روح ندينا غير صوت ربي قسم كاني ان شاء الله وري حرم ربي ولا ذيون هذه يوض سمكاني اما ذي مكه اما ذي المدينه المنوره هذه يوض سمكاني ذي مكتي حتى ما شاو تساكين من بعد نثني فرحا اسقرني يا سعدنا اما سعدنا غما رزقنا يعني نسعى الزهر ذا قريف نون في صلاه الاسلام الجامع ينس فغانا استفكن باطل هبه دوناسيا النبي صلى الله عليه وسلم من ناس خاطئ يغيث في اللسن يغيث في اللسن وتقدر تسعى الحكمه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يفنى الجامع ينس لنا وقد اقام بعد ذلك في بيت ابي ايوب الانصاري واذا الانصاري يفرح مليح تشمل البركه ثم قرانت سخميس يعاش لنا ال مين يسعى خميس وحدس من بعد النبي صلى الله عليه وسلم التحق وانتقل الى بيته الان النظره التاسعه والاخيره تركز على بناء المسجد النبي صلى الله عليه وسلم اي غريبنا الجامع لعده مقاصد باش ننظر باللي الجامع يجمع ولا يفرق الجامع هذه السدوكل وريف الطيارة الجامع يسعى رسالة ورسالة الجامع رسالة المسجد متنوعة ألخصها فيما يلي الرسالة ثمزواروث رسالة تعبدية تقام فيه الصلوات يعني الجامع أظل عندك سين سلمن صلاة الجماعة أما كنت ورا كوني أنزل صلاة الجماعة وتحصام باللي تظلت الجماعة 27 درجة زيادة وفي رواية 25 درجة أغف بوين الظلم وحدس صافي نعبد الله عز وجل في الصلوات نتوعنا الصلوات الجامعة سواء صلاة الجمعة أو الصلوات الخمس أو صلاة العيدين إلى آخر صلاة التراويح رسالة النظام في السناف رسالة تربوية المعنى يسل الجامع تربي الجامع إلى قاذي ربي ترفقا والجامع ميلا الزرع ترفقا ذي جنس المن أدسعون السيري الهام أسنك سير طبيعات وأسنفك الأخلاق يلهام الأخلاق عليهم لذلك نتساءل لكل ثورة جيرانا أهل طارا أن تغوال رسالة المسجد المسجد يفكى تصرفك الدروس والمحاضرات والخطب والقرآن الذي يتلى مش لما ينطق الشخص الدرس بلا الدرس يكفي القرآن الذي يتلى صح؟ يا أخي ما أنسى الشيخ هذا القرآن الكريم يا أخي أول ربي أول ربي يخاطبنا غلا يخاطبنا فبالتالي إذن هو بيان إلهي يكفي ولو كان ما كان لا درس ولا محاضرة ولا شيء يكفي المفروض أنسى ربي سبحانه وتعالى قرد القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وانسوا القرآن دقر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام رسالة تربوية ثلاثة رسالة في ثلاثة رسالة تعليمية أشو رسالة تعليمية؟ معنى الجامع يعلم يتأكد ثموسني يتأكد العلم يتأكد المعرفة أليس كذلك؟ مع انتهى الجامع إلى قد يخدم الرسالة
معناتها من فاد الجامع يظل اثكان اسيني خوص اتصل سجل الجوامع سوى تظليت الشعار اسمي صلي وارفع صباطك اي اشيني الظل فض السلام عليكم اي غير اخويا اي لا قنكس الشعار اجي قنكس الشعار اجي سيني الشعار توسني شعار العلم هكا رساله تعليميه فلا رساله النظام رساله اجتماعيه شو المعنى يس المعنى يس الجامع يخدم المجتمع بالمختصر المفيد في كل شيء الى قد يقدش في المجتمع الى قد يأطر المجتمع الى قد يوجه المجتمع تجد الرساله الاجتماعيه لو كانت هذه نوغه لرث وزرتنا غنفذها الى وين يخص الى وين يخص الا نجوانا الخدمه الرساله اصلا ثلا الرساله النظام رساله اصلاحيه ثانكاروث معناه الجامع يصلح ما فسد في المجتمع يصلح ما فسد في الثقافة في الإعلام في الاقتصاد في جميع مجالات الحياة الجامع يصلح أندي ضراء يرز فرز وديفكن دواء وديفكن ثفرث للجامع وطبعا الأمور ليست مستحيلة ماشي حاجة مستحيلة حاجة ممكنة تدخل في دائرة الإمكان فقط نكون كلنا مبتلون هل نرتقي إلى هذا المستوى ونفهم رسالة الجامع فنجسدها ونترجمها عمليا هنا مكمن الابتلاء هنا مكمن الامتحان والاختبار لذلك يا جماعة الخير النبي صلى الله عليه وسلم مكفنا الجامع باش الجامع ذي ربي المجتمع وذي خدم وذي أطر المجتمع وكذا ولي وانقارو في دروس نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم